إذا صبر الإنسان فاتقى الشهوات وأيقن فاتقى الشبهات فإن الله يجعله إماما من أئمة الدين المقتدى بهم ونعمهم. فقد قال مالك رحمه الله: إن شأن المتقين لعظيم فكيف بإمامهم. وذلك عندما قرأ قول الله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، قال: إن شأن المتقين لعظيم فكيف بإمامهم.